كلمة أخيرة أوجهها للرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي طالب في كلمته أمام الأمم المتحدة أمس بالإفراج عن الرئيس محمد مرسي. أقول له أرجو أن تواجه المشاكل التي تفجر الثورة في بلدك بدلا من أن تتدخل في شؤون الداخلية لبلد مثل مصر. أن الرئيس الذي خان شعبه يستحق المحاكمة، ولكن المرزوقي الذي لا يزال يعجن في خميرة الإخوان ليضمن بقائه في الحكم هو يتحدث ويتدخل في شأن داخلي في مصر، ولكنهم الإخوان يا مرزوقي، كما قال عبد الناصر زمان الإخوان ما لهمش أمان. شكرا.